اليوم رح نحلل مع بعض خوارزميات يوتيوب من غير لا برمجة ولا رياضيات. رح نحكي عن موضوع بطريقة مبسطة نفهمها كلياتنا، ورح احكي لكم كمان قصة زياد الرحباني مع محرك بحث يوتيوب. زبطوا القعدة عندكم، ركزوا معي ويلا نبدا. هيدي خي القصة طويلة. يوتيوب بيختلف تماما عن كل مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يوتيوب سلاحه السري هو البحث. هذا الشيء أبدا مو مستغرب، خصوصا بعد ما تعرف أنه يوتيوب مملوكة من قبل جوجل، وجوجل رغم كبر نشاطها وتوسع أعمالها، وأنا هون بقصد ألفابت الشركة الأم لجوجل، إلا أنه بحث جوجل هو جوهرة ألفابت. وإذا بدنا نطلع درجة بمصطلحاتنا من هون ورايح، بدنا نستخدم مصطلح سيرش إنجن، محرك بحث، بدل من بحث، لأنه البحث البسيط اللي بتستخدمه بشكل يومي أو شبه يومي في عدة عمليات بمر عليها لحتى يطلع لك نتيجة البحث ويرتبها، وهي العمليات هي خوارزميات البحث، وتجمع هالخوارزميات هي بيشكل محرك البحث. فلما منحط كلمة أو جملة على محرك البحث سواء جوجل أو غيره وبتضغط على زر بحث، الشيء اللي كتبته بيمرق على خوارزميات البحث وحدة تلو الأخرى، وبيبلش على أساسه بعد ما يطلع النتائج يرتب النتائج مشان بالأخير يطلع لك اللي بدك إياه بأقل جهد وبأسرع وقت. وتقديرا لهي العملية رح نسمي جوجل سفاري وياهو محرك بحث بدلا من مجرد بحث. دقيقة، كأنه غصنا شوي بموضوع البحث، خلونا نرجع على اليوتيوب. يوتيوب بما أنه مملوك من ألفابت أو مثل ما بتعرفوها جوجل، فموضوع محرك البحث عندهم أبدا مو لعبة، بل هو نقطة قوة يوتيوب وسبيل صناع المحتوى ليوصلوا لجمهور أكبر. طب كيف يعني؟ ما فهمت. لح أعطيكم هلأ مثال عملي تفهموا فيه لعبة البحث. لما أجيت أعمل صفحة على فيسبوك عشان نزل عليها فيديوهات، كتبت الأسماء اللي بدي إياها على ورقة، وبالأخير نقيت اسم دورها. عملت الصفحة على الفيسبوك ونزلت عليها أول فيديو، بعدين عملت دعوة لأصدقائي لحتى يعملوا إعجاب بالصفحة ويشوفوا الفيديو، وصرت أحكي عن الموضوع بشكل عام. وبيوم من الأيام اجتمعت مع رفيقي حسون وقلت له عن الموضوع وإنه عملت صفحة اسمها دورها. سكت صاحبي حسون، ابتسم شوي وقال دورها دور دور بطريقة ملحنة بس ما بدنا نطلع مسخرة. طلعت فيه وما عرفت شو بده، قلت هذا عم يتمسخر علي. المهم بعد فترة قلت خليني اعمل قناة يوتيوب، هيك هيك عم نزل فيديوهات، فبدل ما نزلها بس على فيسبوك بنزل على فيسبوك وعلى يوتيوب. عملت القناة وسميتها دورها. بعد ما خلصت القناة قلت لحالي خليني ابحث عليها من جهة مستخدم. المهم فتحت حساب تاني وكتبت دورها وضغطت على ايقونة البحث، وهون اجت المفاجأة، النتائج كلها زياد الرحباني دورها دورها دور دور. هاي الغنية مغنيها الفنان ريني بندلي، واختلف أهل الفن على نقطة مين كتبها، زياد رحباني لما ريني بندلي مو المهم. المهم هلأ أنه نتائج البحث على كلمة دورها هي غنية، وظهور قناتي بالبحث شبه معدوم. كلمة دورها لما عم تفوت على محرك البحث عم تطلع غنية دورها، لأنه فيديوهات هي الغنية موجودة من زمان، وكل الناس لما عم تبحث على هالكلمة عم تقصد الغنية، فبالتالي الرانكينج أي ترتيب فيديوهات الغنية هو الترتيب الأعلى لهي الكلمة. طب شو العمل هلأ؟ هل اسم القناة حكم عليها بالفشل؟ الجواب أكيد لا، لأنه البحث ما بيعتمد بس على اسم القناة، بل بيعتمد كمان على عنوان الفيديو، وصف الفيديو، اللينكات اللي محطوطة بقلبه سواء لينكات داخلية باليوتيوب أو لينكات خارجية لخارج اليوتيوب لمصادر تانية. كل هالعوامل بتلعب دور كبير بعملية البحث. فعلا بلشت اشتغل على هذا الموضوع، وللفائدة بس عملية تحسين العوامل هي مثل ما حكينا من عنوان ووصف ولينكات وهالكلام هاد، بيطلق عليها SEO Search Engine Optimization، وفي برامج ومنصات لتساعدك خصوصا لتحسن العملية هي. والمهم بعد ما فهمت هالموضوع أكتر وبلشت اشتغل عليه كمان ما طلع معي نتيجة، وبيوم من الأيام رغم أني موقف تنزيل فيديوهات بلشت إحصائيات القناة تطلع. فتحت لابتوبي لشوف شو الموضوع، لقيت أنه في فيديو سابق منزله من 8 أشهر بلشت تجي عليه مشاهدات. طب شو هو السبب يا ترى؟ السبب أنه موضوع الفيديوهات تحديدا حكيت عنه من أوائل الناس بالوطن العربي، بس الموضوع للأسف ما كان له جمهور وقت اللي نزلت الفيديو، يلي هو موضوع الـ NFT Non-Fungible Token. بعد فترة هذا الموضوع بلشت الأخبار تجيب سيرته بالوطن العربي، وصار في ناس فعلا مهتمين إنه يعرفوا أكثر عن هذا الموضوع، دخلوا على يوتيوب وبحثوا، وطلع الفيديو تبعي فيديوهات تانية قليلة بتحكي عن هذا الموضوع. الصورة اللي حاطة على واجهة الفيديو يمكن كانت ملفتة، فالناس ضغطوا على الفيديو وشافوا جزء كتير كبير منه. ولما شاف اليوتيوب إنه هذا الفيديو يلي معمول من قبل قناة جديدة وصانع محتوى مبتدئ عم يحقق نسبة عالية لإبقاء الجمهور، عمل ريكومنديشن للفيديو لناس تانية، وعطى أهمية أكبر لهذا الفيديو من الفيديوهات التانية اللي بتحكي عن نفس الموضوع. فمثل ما المال بجر مال، المشاهدات بتجر مشاهدات. بلش الفيديو يجي عليه كل يوم 100، بعدين 200، بعدين 300، بعدين 400، بعدين صار يجي عليه كل يوم 1000 مشاهدة، وبلش يجيب مشاهدات لفيديوهات تانية من القناة نفسها، وبلش يرتفع مكانه بمحرك البحث وتاخد ترتيب أعلى شوي شوي. وهذا هو الفرق الجوهري بين منصة يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي التانية. يوتيوب عنده كمية ضخمة من الفيديوهات وبتعتمد على البحث بشكل كبير، فبالتالي المنصة هي عاملة مثل المكتبة، فيها كل المواضيع والناس بتجي بتاخد يلي بدها اياه. بس يوتيوب هو المكتبة الأكبر والأوضح على الإنترنت، فبالتالي مثل محتواها كتير زباينها كتار كمان. بيجي احدنا بيسال انه شلون هي المنصه الاوضح على الانترنت؟ عندك فيسبوك وتيك توك وانستغرام فيهم مئات ملايين الفيديوهات،
لحقلك صح عندهم فيديوهات كتير، بس كل هالمنصات قائمة على الترند وترشيح الفيديوهات بشكل كبير. فعلى سبيل المثال خلينا ناخد فيسبوك، وانت عم تقلب بالنيوز فيد فلت على فيديو، تلقائيا انتقلت لقسم فيسبوك واتش، رح تشوف الفيديو اللي ضغطت عليه ورح يبلش ترشيح الفيديوهات والتشغيل التلقائي. كتير من المواضيع رح تكون ترند او اصحابك اصلا مهتمين فيها، ومشاهدة الفيديوهات هي فيها درجة قليلة جدا من الاختيار الواعي، يعني انت ما عم تختار كل فيديو بدك تشوفه، وهذا الموضوع حكيت عنه في فيديو كامل سابقا. اكيد يوتيوب كمان بيستخدم خوارزميات الترشيح وما رح ننكر هالشي، بس تعالوا نحلل تجربة استخدامنا ليوتيوب سوا. لما بتفوت على يوتيوب الفيديوهات ما بتبلش تشتغل لحالها، لما بتضغط على فيديو عندك قائمة مقترحات فيك تألف فيها وتختار انت الفيديو اللي حابب تشوفه بعد هذا الفيديو، واذا وقفت خاصية اوتو بلاي فما رح يشتغل الفيديو بشكل تلقائي لما بتخلص مشاهدة الفيديو اللي انت اصلا حاليا عم تتفرج عليه. وطبعا بنلف وبندور وبنرجع لموضوع البحث. اذا بدك تسمع غنية بتفتح يوتيوب وبتبحث عنها، اذا بدك تتعلم شيء بتفتح يوتيوب وبتبحث عنه، اذا بدك تشوف مهارات مثلا كرة قدم رح تفتح يوتيوب وتبحث عنها، لانه ببساطة باللاوعي تبعك تعرف انه اليوتيوب هو المكان الافضل للبحث عن الفيديوهات. وتنظيم حسابك على يوتيوب سهل وواضح جدا، فعندك سجل مشاهداتك موجود، قوائم التشغيل موجوده، الفيديوهات اللي عامل لها لايك موجوده، القنوات اللي مشترك فيها موجوده، كلهم موجودين بطريقه سهله وواضحه للعين. يوتيوب مستفيد جدا من المحتوى القديم اللي موجود عليه، وبيجيب ملايين وملايين المشاهدات كل يوم من هدول الفيديوهات. طبعا هون من الجدير بالذكر انه اقتصاد كامل قائم على يوتيوب، المعلنين، صناع المحتوى والمشاهدين، وهذا موضوع كبير كتير رح نحكي عنه في فيديو لاحق. الخلاصة هلأ انه يوتيوب كان ولا زال اهم منصة مشاركة فيديوهات على الانترنت، رغم انه الحصول على مشاهدات منه اصعب من غيره، الا انه هي نقطة القوة اللي عنده. البعد عن العشوائية واستفادة من ملايين الفيديوهات اللي موجودة على المنصة مسبقا هي كنز حقيقي ليوتيوب. ومعلومة للفائدة، يوتيوب يحسب المشاهدة الواحدة بعد ما تقضي 30 ثانية وانت عم تحضر الفيديو سواء موصولة او متقطعة، بينما فيسبوك بالمقابل بيحسب المشاهدة بعد 3 ثواني فقط من وجودك على الفيديو. فبالتالي يمكن تكون عم تتصفح الفيسبوك، يطلع فيديو، ترفع راسك 3 ثواني لأي سبب من الأسباب وتكمل تصفح وحتنحسب مشاهدة لهذا الفيديو. فلما بتشوف أرقام مشاهدات كبيرة على فيسبوك بأيام قليلة، عرف إنه جزء كتير كبير منها ما تعدوا 10 ثواني وهن عم يشاهدوا الفيديو. وبظن هون إنه الفرق كتير كبير بين تعامل فيسبوك ويوتيوب مع هاي النقطة، واللي هي نقطة المشاهدات. انتبهوا بهذا الفيديو انا ما عم اقول انه محتوى يوتيوب خالي من التفاهات، لا، بس عم اقول انه فلسفه يوتيوب هي الفلسفه الانضج والاقوى لعرض الفيديوهات على الانترنت مقارنه بمواقع التواصل الاجتماعي الضخمه الموجوده حاليا. برغم انه طريقي لسه طويل كتير لحتى اوصل لاول نتيجه بحث على كلمه تدورها، انا متاكد انه في ناس رح تبحث عن هالكلمه بيوم من الايام ورح تدور على هالقناه وتختارها. ونبلش شوي شوي نغلب زياد الرحباني بهي الكلمه، ومن هون لوقتها كنت معكم انا عمر حموي من دورها. سلام.